مش معقول دنيا، تصدقي انك على بالي ليل ونهار؟ يا جبان عشان كده بتسالي، ده لولا ان انا جيت لك ما كنتيش سالتي عليا خالص. يا دنيا انت تايهه عن اللي انا فيه ده، لحد دلوقتي ما جابوش حد مكانك في الكافيتيريا والشغل كله على دماغي. ايه يا دنيا مالك؟ ما انتيش غريبه يا اماني، دنيا ملطشه معايا قوي، ده غير ان انا وفؤاد سيبنا بعض. اتطلقتوا؟ اسمع ونصيب، بعد كل الحب ده يا دنيا؟ حبنا جات له ساكته، ما لحقش يدخل الانعاش. انا مش عارفه ايه اللي بيجرى لك ده يا دنيا، هي المصايب مش لاقي حد تحط على دماغه غيرك انت؟ ده غير ان ماما عملت عمليه في القلب ودلوقتي في الانعاش. لا انت اكيد اتحسدتي يا دنيا. هيحسدوني على ايه يا ام اختا انت؟ بقول لك ايه، قبل ما تيجي مامتك، انت عارفه ان الولاد في الامتحانات وماما في المستشفى، ما لقيش معاكي اي مبلغ لحد ما ربنا يفرجها واشتغل. غالي والطلب رخيص، من العين دي قبل العين دي حبيبتي. ثانية واحدة. لا ما هو انا مش هسيبك الا لما اعرف. انا من الصبح عايز اسالك، عينك دي من ايه؟ انت اتخانقت مع حد؟ يا ماما هو انا عمري اتخانقت مع حد؟ امال ايه يعني؟ صحيت من النوم لقيتها كده بتمشي حضرتك وانت نايم؟ انتي عين اخوكي دي من ايه؟ وانا شعرفني يعني هعرف منين؟ لا يا حبيبتي تعرفي، وتفضلي قولي بلاش منهدة. انت عينك دي من ايه؟ انا هقولك اللي ايهاب يا حرام هيكسف يقولهولك، مش هينفع. اصل الخناقه دي كان بسبب واحده ضربته. Thank you.
بسمة، بسومة، اسعي حبيبتي اسعي. يا مصبتي يا مصبتي، الدم ده الدم ده يا ماما. ليكي ايه؟ جبني ده. ليكي ايه حبيبتي؟ ليكي ايه؟ خبيش خبيش. اه رز ورجالته ولاد الكلب. انا مش حاسب. خبيش يا حبيبتي. حاسبني؟ انا مش منقوله من هنا لما يطلع ويواجهني. انت هسوق عليها جنان، بقول لك اطلعي بره. وانا بقول لك مش منقوله من هنا، انا هنا جايه يا قاتله يا مقتوله يا ابو العز. سيبها وانت على البوليس. حضرة سعاده البيت. انت ايه اللي جايبك هنا؟ جاي اقول لك ان رسالتك وصلتني وبكده ابتدى مشواري معاك. بس انا بقى مش هعمل زيك واذبح حيوان مسكين. انا هعلق لك ابنك في حبل المشنقه وواحده بواحده، والباقي اظلم. الزهر عليك، انت مش عارفه بتتكلمي مع مين. واضح انك ست اعصابك تعبانه. انا لا اعصابي تعبانه ولا مجنونه، وعارفه كويس قوي انا بتكلم مع مين. عارفه انك سماوي وفاكر نفسك فوق القانون، وبفلوسك ممكن تدوس على الخلق. اللي يقفوا في طريقي بس. وانا هقف في طريقك يا ابو العز، وريني بقى هتعمل ايه. هفرمك. فاهمه يعني ايه هفرمك؟ هخليك عبره للي يفكر يقف في طريقي. فين البوليس؟ سيد العقيد موجود؟ موجود يا فندم، في انتظار حضرتك. تمام يا فندم، اتفضلي. شكرا يا ايمن، تقدر ترجع لاسم. تؤمر بحاجه سعادتك؟ شكرا. انا اسم اللي انت عملتيه ده يا مدام دنيا. اللي انا عملته؟ يا مدام دنيا، احنا لازم تصرفاتنا تكون في حدود القانون. واللي عمله فيا ابو العز ورجالته ده يعتبر في حدود القانون؟ لما يعرض حياتي وحياه ولادي للخطر، هو ده اللي في حدود القانون؟ يا مدام، انت كده بتستفزيه اكتر ضدك. انا بدافع عن حياتي وحياه ولادي، اذا كان ده بقى في نظر القانون يعتبر جريمه، حكموني اسجنوني. انا مواطنه في البلد دي يا سياده العقيد، ومن حق انكم توفروا لي الامن والامان ليا ولولادي، وللاسف ده مش حاصل.